مرزوق تتشكيو من القضية تاع النقل المدرسي بالنسبة للأطفال، تقول كاين الاكتضاد وهذا، يعني كيفاش هذا الأمر؟ درتني خاطري كنشوف الدراري كلهم كيمشيو مزاحمين مزيرين مساكن وكورونا والصهد والفم ديال الريحة بعضياتهم، دارت قلت أنا عيطت لهم وقلت الناس المسؤولين ما كاينش اللي بغى يوقف جنبي، أنا دريت في خاطري وقلت نشر هاد الدراري. فين تيقراو؟ تيقراو في مزيونة، يعني تيمشيو من سيدي حجاج هنا للمديونة. من هنا كيمشيو للمديونة وكيمشيو دابا الصباح ولا خرجوا اش مع الصباح؟ الصباح كيجي يديهم مع 8، كيدخل مع 8 ونص، وكان في العشية إلا خرج شي واحد مع 10 يجي على رجليه 6 كيلومتر، وعندي أنا الدري ولدي كيخرج مع الربعة كيجي على رجليه مكرفسين وكيتخلصوا. هنا كيخلصوا ولا ما خلصوش؟ شحال تيتخلصوا؟ كيخلصوا 1000 ريال للشهر. لمن؟ كيخلصوا للجمعية. الجمعية اللي مكلفة بهذه القضية؟ هي اللي مكلفة بهذه. أنتم واش مشيتوا للجماعة تاع سيدي حجاج باش تطرحوا هذا المشكل ولا ما مشيتوش؟ وراه عارفين وراه معنا العضو، راه كيشوف هنا العضو ديالنا راه كيشوف هذا الشيء وكيشوف هذا الزحام، راه كيدوزوا يهزوا من عنده عاد كيجيو لهنايا. حنا الدراري مضرورين. ما كاينش اللي شي واحد يدير تجي الغيرة، ما كاينش. وبالنسبه لكم شنو الخطوات اللي غديروا مستقبلا؟ واش تبقاو تشوفوا في هذا الوضع بحال هكا ولا غديروا؟ بالنسبه لي الا ما كانش غنتجمعوا وغادي نمشيو للعماله نديروا وقفه عماله مديونه. عماله مديونه نديروا وقفه احتجاجيه تماك على الدراري اللي كيتكرفش. سي مرتوق واش كاينه غير سياره وحده ولا كاينين بزاف السيارات؟ لا، السياره كتدي التلاميذ ديال الثانويه والسياره كتدي التلاميذ ديال الابتدائيه، هادشي اللي كاين. ما كاينش قطاع خاص، ما داخلش النقل. داخل القطاع الخاص، واحد راه كيتخلص بوحدو، هذا كيجي يدي الدراري هنا سيدي ابراهيم، واحد المدرسة كاينة قريبة هنا. كيخلصوه الناس هذا. كيخلصوه الناس، هادشي اللي كاين.